ورجعنا لكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودايماً زي ما قلنا في بداية حلقتنا اللي احنا بنحط عينينا على الحاجات المفرحة، الحاجات اللي بتحصل على الأرض وبتتحقق وبتقول إن في أمل لغد أفضل. من الأخبار المفرحة اللي بتضيف لسجل الإنجازات الخاص بتراث مصر الغني والمليء بالإنجازات هو إعلان وزارة الثقافة الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم قرية حسن فتحي رائد العمارة البيئية بالبر الغربي بالأقصر. إيه اللي حصل وإزاي تحول يعني الإنجاز أو المشروع اللي كان في يوم من الأيام حلم لحقيقة؟ ده اللي هنعرفه من المهندس عماد فريد مدير مشروع الترميم والخبير بجهاز التنسيق الحضاري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني يا باشمهندس في البداية عاوزين نعرف من حضرتك تعريف كده سريعا بقرية حسن فتحي والحالة اللي كانت عليها قبل الترميم. صباح الخير عليكم، وأنا أتشرف إن أنا بتكلم معاكم من داخل موقع القرية. قرية حسن فتحي اتبنت في نهاية الأربعينات، وكان الهدف منها إنه مجموعة من الأهالي اللي موجودين بجوار المقابر اللي في قرية الجرنة أعلى الجبل إنها تنزل تسكن في الوادي تحت. والحقيقة حسن فتحي كان رائد مش بس للعمارة البيئية، كان رائد للعمارة الإنسانية كمان. نعم. يعني كان في مزيج من احترامه للبيئة المحلية ولقيم الإنسان المصري العادي. فالقرية اتبنت كانت مفروض انها تستوعب حوالي 7000 شخص. بنى مجموعة كبيرة من البيوت، كانوا اعتقد ساعتها وصلوا لحوالي 77 او 80 بيت، ومجموعة من الخدمات العامة الهائلة. عمل خان اللي احنا واقفين جواه دلوقتي، اللي هو عشان تتعرض فيه منتجات اهل القرية، وكان فيه الجامع، وكان فيه المسرح كنشاط ثقافي، وكان وراه ساحة كبيرة للتحطيب مش موجودة دلوقتي، وكان في سوق بيحاكي بيه السوق التقليدي للقرية المصرية. نعم. وكان في بيت للعمدة. طبعا مع الوقت حصل انه بس هو حتى الآن عدم ما زالت اهتمام. يعني هذه المعالم موجودة، يعني هو تم ترميمها والحفاظ على الهوية الخاصة بها. كان يعني هو تبقى 3 مباني أساسية اللي احنا رممناهم في الحالة الأولى، الخان والجامع والمسرح، كانت حالتهم متدهورة، يعني كانت حالتهم الإنشائية ما تزيدش عن من 5 ل 10%. دلوقتي الحمد لله رجعوا زي بنى أيام سابق حسن عهدهم فتحي، يعني. نعم. بنفس المواد، بنفس الطرق البناء التقليدية. نعم. يمكن زودنا فكرة الإضاءة عشان المكان طبعا بقى كله دخلته الكهرباء، ويمكن اتمنى ان يكون عندكم صور كمان للموقع بالليل، مزيج من الاضاءه مع نمط العماره الرائع دوت، بيدي احساس بالحياه بفخر ان احنا قعدنا جزء من تراثنا المعماري وتراثنا الانساني اللي يعتبر حديث، لان في النهايه القريه بقى لها حوالي 70 سنه بس. فده وانا اعتقد انها علامه كمان على ان احنا نقدر نستخدم كل الانماط المعماريه اللي تملكها مصر في ان احنا ننتج منتج جديد يحاكي ويتناغم مع البيئه المصريه الحقيقيه، ويتناغم مع القيم المصريه. وده ممكن يكون بدايه لانتشارها تاني مع موجه الحداثه دي، بنعتبرها نوع من إثبات الهوية وإبرازها كمان. باشمهندس عماد، يعني لو أنا شايفة صح قدامي دلوقتي على الشاشة، أنتوا اعتمدتم طريقة فرعونية لإنقاذ المباني، كلمنا عنها أكتر. لا، هي طريقة مصرية دي، يعني من الحقبة الفرعونية حتى وقتنا هذا. اللي هو البناء بالطوب الني. الطوب الني اللي هو من خامة الطين اللي موجود في الأرض، وبنعمل بيه طوبة تقليدية موجودة في المعابد المصرية القديمة، موجودة في الأديورة المصرية القديمة، موجودة في البيوت المصرية القديمة. يمكن بعد السد العالي، يعني طبعا نضوب الطمية التقليدية اللي كانت بتجيلنا مع الفيضان، لكن احنا أرضنا غنية. الطفلة اللي منتشرة في كل صحاري وجبال مصر هي لما بنخمرها زيادة شوية بتبقى بديل للطمي اللي كان بيجي مع فيضان النيل.
طب فأحنا... الديزاين ده اللي ورا حضرتك او التصميم اللي ورا حضرتك دلوقتي اللي احنا شايفينه على الشاشه ده ايه يعني بيرجع؟ لا ده الرواق، ده الرواق اللي كان قدام المحلات اللي كانت موجوده في الخان. احنا كنا حريصين بعد الترميم ان احنا كمان ما نبيضش بالمونه فوق الطوب عشان يبان التكنيك اللي كان بيستخدمه حسن فتحي في البناء. شكله رائع. بيستخدم قاعده حجر وبعدين يستخدم الطوب الني في عمل الارشاط اللي بتشيل القبه اللي هي بتغطي الممر اللي قدام حضراتكم. دي كانت فكره برضو مصريه رائعه انه يخلق مناطق مفتوحه لكن مظلله تحميه من الشمس وتحميه من درجات الحراره المختلفه. وفي الاخر وفي النهايه تربطه بالايه؟ بالفراغ الخارجي. يعني احنا قدام لوحه فنيه متكامله الاركان، مش قدام قريه بس يعني. لا لا انا عايز اقول لك ان يعني حسن فتحي مش كان بيبني بالبنى التقليدي بس، هو كان مهندس بارع في استخدام العقود والقبوات والاقبيه. لو جت فرصه وعندكم صور للجامع، الجامع ده يعني يعتبر تحفه فنيه. يعني احنا الصوره اللي احنا شايفينها مش عاوزين بقى مجرد صور نعرضها، احنا عاوزين ننزل ونشوف الموضوع ده على ارض الواقع ونستمتع بجمال القريه بعد الترميم. يعني احنا باذن الله الافتتاح يعني بالتنسيق مع وزاره الثقافه، والحقيقه الواحد بيشكر الوزاره والدكتور ايناس عملوا مجهود رائع وجهاز التنسيق الحضاري. ولازم انوه ان المشروع بتمويل من هيئه اليونسكو، وهم كانوا متابعين معانا الموضوع خطوه بخطوه لاهميه المكان. لاهميه المكان والاحساسهم ان قد ايه ده تراث انساني. نعم. موجود على ارض مصر بايد مصريه بتصميم مصر. يعني باشمهندس عماد بصراحه يعني حاجه قمه في الجمال والفن. يعني احنا بنشكر حضرتك، كل الشكر للمهندس عماد فريد مدير مشروع الترميم والخبير بجهاز التنسيق الحضاري. بنشكر حضرتك مره ثانيه.